يا معلم عزيز يا معلم عزيز. الله الله الله، ايه خير يا طلبة؟ الحق عالكة جامدة او في القهوة، الرجال هيموتوا بعضيهم. بس هو كف في ايدك يا مهيم، انت منك ليه؟ كف في ايدك. الله، بس خلاص، حقيقي انكم عن طاعة. مش حال ما كنتوش بلديات ولا خلاص اتبرعتم، ما بالكمش كبير. مين الشعر الخناقه دي؟ الواد داوود عامل لي فتوى يا ابن بيعه الملوحه. عم سلمان واولاده هم السبب. مالكش دعوه بابويا، هات اتكلم على جد ثوبك يا ولد. اخلص عليه يا ابوي. كتم واصل الجول دلوقتي لعمك عتريس. تشكر يا سلمان، شايف الناس الكومة ليافة؟ يا معلم عتريس، ده عاوز يشتغل هو وولاده في رصيف خمسة اللي بنشتغلوا فيه انا واخواتي. انت بتشتغل في رصيف خمسة؟ صدر مني كلمة، سمعتوا مني امر ولا خلاص كلكم بقيتوا معلمين؟ انت واخواتك تشتغلوا في الكهنة. اتأسف لعمك سليمان. لا ولا انت غدرت يا معلم عتريس. يصلحها ليافة. لكن ده ظلم. خلاص، اللي مش عاجبه سكتي يشوف له دنيا غير دنيتي. ومن بكرة لو شفتك انت ولا حد من اخواتك في المينا هلبسكوا تهمه تروحوا فيها في حديد. غور من قدامي. صباح الخير يا 300. مرحبا، القهوه نورت على الظابط. ايه الحكايه؟ سببها ايه الخناقه؟ خناقه ايه؟ كفل الشر، مين هيخانق مين؟ دول كلهم بلديات وبياكلوا في معون واحد والحمد لله القش معدن. القش بس كانوا بيتفقوا على مقاوله جديده والاتفاقيه كانوا بيمضوها بالدم. الشباب ده مفارب ايه؟ من اللي عورك يا داوود؟ محدش يا بيه، انا وقعت على رصيف المينا. جدع. وده برضه ايه على رصيف المينا؟ لا يا بيه، انا اللي كسرته. اصل عقبال عندك هنشتغل طقم كراسي جديد كده. طيب، مع السلامه يا بيه. مع السلامه سعاده البيه. مع السلامه سعيد. صح يا ولد، بلديات ده حق وحقيقي. انا عفيت عنك، تقدر تنزل مينا وتشتغل بس ما تبقاش تطلع عن خلفة تاني.